ثم دعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم: إن أراد أحد أن يسير ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. آمين. فلما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن فتنة تكاد تنشب بالأحرى، أخذ ماء وغسل يديه أمام الجمع وقال: أنا بريء من دم هذا البار، فانظروا أنتم في الأمر. فأجاب الشعب بأجمعه: ليكن دمه علينا وعلى أولادنا. فأطلق لهم برباس. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. وقال بيلاطس لليهود: ها هو ملككم. فصرخوا: خذه، خذه، صلبه. فسألهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ فأجابه رؤساء الكهنة: لا ملك لنا إلا القيصر. فسلمه بيلاطس إليهم ليصلب. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. فأخذوا يسوع فخرج وهو حامل صليبه، وفيما هم يسوقونه إلى الصلب أمسكوا رجلا من القيروان اسمه سمعان، كان راجعا من الحقل، ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. وقد تبعه جمع كبير من الشعب ومن نساء كنا يولولن ويندبنه. فالتفت إليهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم، لا تبكين علي. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، فها إن أياما ستأتي فيها يقول الناس: طوبى للعواقر اللواتي ما حملت بطونهن ولا أرضعت أثداؤهن. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. عندئذ يقولون للجبال اسقطي علينا وللتلال غطينا، فإن كانوا قد فعلوا هذا بالغصن الأخضر فماذا يجري لليابس؟ السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. وساروا به إلى مكان الجلجثة، أي مكان الجمجمة، وسيق إلى القتل مع يسوع أيضا اثنان من المجرمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء،
مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. وعلق بيلاطس لافتة على الصليب مكتوبا عليها: يسوع الناصري ملك اليهود. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. فقرأ اللافتة كثيرون من اليهود لأن المكان الذي صلب يسوع فيه كان قريبا من المدينة، وكانت اللافتة مكتوبة بالعبرية واللاتينية واليونانية. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل إن هذا الإنسان قال أنا ملك اليهود. فرد بيلاطس: ما كتبت فقد كتبت. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر داهرين.